وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف محمد مصطفى، أحد المتظاهرين من بغداد. حياك الله أخي محمد. بداية، معلومات أكثر إذا كنت تملكون عن سير التظاهرات وزخمها وأعداد المتظاهرين، هل لك أن تفيدنا بها؟ التظاهرات في بغداد موجودة في ساحة التحرير وساحة النزور مع بعض التجمعات في بعض المناطق الأخرى. تظاهرات ساحة التحرير بالزياد، يعني البعض يقدرها ب 20,000، بقدر 30,000، لكن هي توصل يجوز 100,000، لأن أكو بعض الناس تجي الأوقات محددة، اللي مرتبطة بعمل، اللي مرتبطة بمواعيد، فيجي يخلص العمل مالته ويرجع لساحة التحرير. الوضع في ساحة النسور دا نشوف البعض من المتظاهرين او الكثير من المتظاهرين ما يقدرون يوصلون ساحة التحرير، فيكون التجمع في ساحة النسور. اكو خلال الليل وخلال النهار مسيرات حافلة، يعني بسيارات تكون دراجات هوائية تجوب شوارع العاصمة كمواكب. يعني كان هناك تظاهرات يعني في قرب جامعة بغداد. نعم. الطلاب الجامعات البقية خرجوا. طيب. جامعة المستنصرية. أخي محمد، القوات الحكومية، قوات الأمن، شلون تعاملت ويا التظاهرات خلال الليلة الماضية وحتى الساعة؟ القوات الأمنية تطلق الغاز المسيل للدموع يعني باتجاه المتظاهرين، محاولة إبعادهم عن دخول منطقة الخضراء أو السيطرة على جسر الجمهورية. إذا نشوف الاستخدام مكثف لغازات المسيلة للدموع، هذا الأمر يسبب بإصابات بين صفوف المتظاهرين. الوضع في بغداد يعني ما في رصاص، لكن في مناطق أخرى مثل كربلاء اكو كان اطلاق رصاص باتجاه المتظاهرين، ما معروف الجهه اللي اطلقت الرصاص من هنا. طيب، نقابه المعلمين تعلن اضرابا على اثر خروج الطلاب في تظاهرات لاسقاط الحكومه، الى اي مدى ترى ان الحراك الطلابي غير من مشهد الانتفاضه اليوم؟ الحراك الطلابي اضاف زخما الى التظاهرات، يعني هذه التظاهرات، تظاهره تشرين أو تظاهرة أكتوبر مثل ما يسميها البعض، هي أعطت يعني أهمية لدور النقابات، إن دور النقابات كان مغير خلال الفترة الماضية العفو. لكن بهاي التظاهرة بنشوف زيادة في عدد في دور أهم وأهمية النقابات على مستوى العراق. اليوم بنشوف نقابة العمال، نقابة المحامين، نقابة المعلمين، اليوم هي مع الشعب. هذه النقابات كانت مغيبة على طوال السنوات الماضية، اليوم أضافت إلى ذلك بنشوف يعني يوم أمس الطلاب يجمعون بيناتهم ومصروفهم اليوم على مود يأخذون أكل وكمامات ومواد طبية إلى المتظاهرين. نشوف المتظاهرين تحت التحرير يجيهم طعام، بطانيات، ومواد طبية من تبرعات الناس، والناس البعض منهم بسطاء يعني. نعم. باللي يقدر عليه، ما مو مكلف. نعم. اضراب النقابة، نقابة المعلمين، لا شك انه مؤثر ويصب في مصلحة الانتفاضة، لكن الا ترى انه ياتي متاخرا بعض الشيء؟ والى اي مدى تضغط الحكومة والاحزاب على مؤسسات المجتمع المدني؟ وهل الاضراب من قبل النقابة له دلالة في هذا الاطار ام لا؟ مثل ما ذكرت قبل قليل بأن النقابات كان دورها مغير بسبب سيطرة الأحزاب عليها، سيطرة شخصيات نافذة عليها، أو انتخاباتها كانت أو وعضائها كانوا تابعين الأحزاب. اليوم نشوف بأن النقابات بدأت تتحرر، تحرر النقابات من سطوة الأحزاب، يعني هناك وصول أشخاص وطنيين لإدارتها. طيب، وهذا مو بس نقابة المعلمين ونقابة العمال، المفروض يكون كل النقابات، احنا ننتظر النقابات البقية. هذا الاضراب اثر نزيه بانه يا حكومة حتى المعلمين يرفضون متواجد. نعم. بان يا السياسيين اليوم مو بس مجموعة شباب بالتحرير او مجموعة اشخاص بالتحرير او مجموعة يعني كبار سن ترفض، اليوم كل اطياف المجتمع ترفض.
نعم نعم. بالمقابل هنالك تهديدات جديدة من قبل أبو مهدي المهندس وقيس خزعلي للمتظاهرين، وأن ميليشياتهم بانتظار أوامر النزول العسكري ضد التظاهرات. كيف تعلقون على هذه التهديدات؟ حسب ما ذكر يوم أمس أبو مهدي المهندس بأن الحشد جاهز للتدخل في الوقت المناسب، لكن المعلومات التي لدينا بأن مقاتلي الحشد اللي هم الأصليين رفضوا أن يدخلوا بهذه التظاهرات، قالوا بأن احنا ما لنا شغل، القيادة تقول شيء احنا ما ننفذ، مثل ما صار مع جهاز مكافحة الإرهاب عندما قال القائد بأن احنا سنتدخل والجنود البقية، قالوا احنا جنود تابعين المؤسسة ما تابعين الشخص. كيف كانت ردة فعل المتظاهرين على هذه التهديدات في 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 ساحات التظاهر؟ المتظاهرين بهاي التهديدات يعني ما تخوفهم، ويعتبرون بأن هاي التهديدات هي عادة متعودين عليها، لأن مو اليوم والباح تصدر تهديدات من قيادات سياسية وقيادات أمنية بأنه سيكون هناك قمع للشعب أو تدخل فضل التظاهرات. اليوم المتظاهرين ما يخوفهم شيء، لأنهم طالعين من أجل هدف، طالعين من أجل إنهاء النظام المحاصص، إنهاء نظام الفساد، إنهاء نظام السرقة المتشرعن على مدار 16 عام. محمد مصطفى أحد المتظاهرين في انتفاضة تشرين من العاصمة بغداد، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.